لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لرب وكلمه وارتاح من الآه والألم. طال الانتظار وازداد الشوق والحنين إلى الأراضي المقدسة، وبفارغ الصبر وبدعوات صادقة من القلب استقبل حجاج بيت الله الحرام دعوة المولى عز وجل لزيارة الحرم المكي ومسجد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرقت الأعين وذرفت عشقا، وتسارعت دقات القلب وتسارعت الخطى، حيث غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية. وقامت إدارة الشؤون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز واتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج لهذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء، وعمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله. يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم. بعثة الحج للقوات المسلحة بعثة بالفعل ميسرة، كمية تيسيرات بسم الله ما شاء الله يعني لم أكن أتخيلها بأمانة، فجزاهم الله كل خير عن كل حاجة كويسة عملوها فينا. الحمد لله، ده فضل ونعمة من عند ربنا طبعا، وتوفيق من عند ربنا قبل أي شيء، وربنا بس يتقبل إن شاء الله ويتم الحج على خير بإذن الله. قمة المشاعر الإيمانية، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه المنة زيارة بيت الله الحرام عن طريق أشرف مؤسسة موجودة مش في مصر، في العالم، القوات المسلحة. تواصلوا معنا من بداية استشهاد ابني لحد دلوقتي، يعني فاحنا بنوجه لهم الشكر والتقدير والاحترام والامتنان. كل الشكر والتقدير والإعزاز للقوات المسلحة. ما شاء الله العملية مرتبة ومنظمة، وفي طبعا تنظيم كويس جدا للأفواج اللي طالعة. الواحد طبعا سعيد جدا 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 ان هو طالع يحج بيت ربنا. القوات المسلحة الحمد لله سهلت علينا كل حاجة من أول تسهيلات الورق، مفيش مكان قصدناه عشان نخلص فيه الورق اللي مطلوب إلا والحمد لله لقينا الناس مستجيبة بسرعة فوق ما احنا متوقعين الحمد لله. حقيقة القوات المسلحة ما بتبخلش على أبنائها بأي حاجة، تيسر الرحلة من قبل حتى الرحلة ما تبتدي، يعني كل حاجة مترتبة ومتخططة ومتنظمة بصورة مثالية الحقيقة. الحمد لله المشاعر ما توصفش طبعا، ان اللحظه دي انا مستنيها من سنه 2017 من ايام ما كنت بخدم في العمليه الشامله في شمال سيناء. الحمد لله ربنا كرمني السنه دي بموضوع الحج ده ان شاء الله. الحمد لله احساس جواك حاجه كده بتشدك المكان، روحانيات اول مره احس بيها، انه اعظم حاجه في الدنيا الحج، وان انت تزور بيت ربنا وتشوف الكعبه وتزور النبي عليه الصلاه والسلام. حاجات يعني الواحد من جواه كده فرحه وجواه طاقة مش طبيعية. يعني أحب أوجه الشكر للقوات المسلحة، خدمتنا خدمة العمر، قدمت لنا كل حاجة حلوة ومتواصلين معانا على طول. أول حاجة حلوة عملية القوات المسلحة حتى الحج، طايرة من الفرح مبسوطة. أمال حد يا ربنا ناولها للناس كلها يا رب، وأحمد ربنا والجيش وكل حاجة حلوة عملتها لنا القوات المسلحة، وتحيا مصر. الحمد لله ربنا أكرمني بالإصابة في شمال سيناء أثناء القيام بأحد المداهمات، والحمد لله القيادة العامة للقوات المسلحة وقفت معايا وسندتني، وربنا أكرمني الحمد لله بتنظيم القيادة العامة بحج بيت ربنا إن شاء الله السنة دي، وأتمنى أن ربنا يتقبل. أنا بشكرهم شكر كبير جدا وربنا يتقبل إن شاء الله بإذن الله. ونشكر القوات المسلحة على اللي قدموه لنا، ونشكر الرئيس السيسي المحترم
اللي حسسنا ان احنا اولادنا عايشين ما ماتوش. انا بشكر الدوله كلها، لسه لحد النهارده الدوله بتكرم حرب اكتوبر 73. الحمد لله بفضل الله ربنا انعم عليا بفريضه الحج بعد ربنا سبحانه وتعالى، طبعا رئيسنا العظيم رئيس السيسي، ثانيا طبعا نشكر القائد العام للقوات المسلحة، ما شاء الله كل حاجة منظمة وكل حاجة جميلة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة مبرورة، وأن يجعل ذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، فاللهم آمين. قد جئت بابك يا رحيم، إن الحمد، قد جئت بابك يا رحيم، قد جئت بابك يا رحيم. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الرحمن حجاج بيت الله في مكة المكرمة، بعثة القوات المسلحة المصرية. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الرحمن، حملتم أهلا ونزلتم سهلا. مع وصول بعثة الحج إلى مكة المكرمة تم استقبالهم بحفاوة بالغة وبكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حق القوات المسلحة. لبيك يا الله،